السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في فيديو جديد وتحليل حصري على قناة متع عينك للإعلان الأول للحلقة الثالثة من مسلسل المؤسس عثمان. لكن قبل مشاهدة الفيديو لا تنسونا بالمشاركة في القناة والتعبير عن آرائكم في قسم التعليقات. سنتعرف في هذا الفيديو على مجموعة من الأمور التي تهم الحلقة الثالثة من المسلسل، منها رغبة عثمان وطموحه في تأسيس دولة مستقلة، وكذلك الساحر يانيس و تدبيره لمكائد وشر تجاه عثمان، وكشف الجاسوس الذي تحدث عنه الساحر يانيس، وكذلك المواجهة بين عثمان وعمه دينطار وابنه، ودور الشيخ أذهبالي في تشجيع ومساندة عثمان، وكذلك محاكمة عثمان في القلعة. للتعرف على هذه الأحداث تابعوا معنا الفيديو حتى النهاية. رأينا في الإعلان أن عثمان يتحدث بأن أحلامه لا تتسع لها هذه الأراضي وتتجاوز الآفاق، ويطلب الله أن يحقق له هذه الرؤية. في نفس الوقت أن الشيخ أذهبالي يتضح موقفه من عثمان، وهو يسانده ويدعمه وكل من معه، وهذا عامل محفز لعثمان لإنشاء دولة مستقلة. كما رأيناه كذلك يتحدث مع ابنته حول أمانة حضرة أحمد، وأنها ستصل إلى الأتراك وإلى القائد الجديد وبطل، وهنا يتحدث عن عثمان. أما الساحر يانيس فرأينا بأنه هو الذي أراد أن تصل الأمانة المقدسة إلى الأتراك، من هنا يتضح أن هذا الساحر يدبر مكائدا وشرا لعثمان. كما رأينا في الإعلان أنه يقول بأنه سيوقد المجنون النائم، كما تحدث عن أنه يتواجد جاسوس في الكنيسة في القلعة. إذن من هنا ربما سيتم اكتشاف هذا الجاسوس، لأنه هو الأكثر حضورا في الكنيسة في القلعة، وربما يتم قتله ويكون هو أول ضحية وأول من تم قتله في القلعة، أم يتم اكتشافه وتركه على قيد الحياة لاستغلاله في نقل معطيات كاذبة وأخبار كاذبة لمن يعمل معه. أما محاكمة عثمان فلا أعتقد أن عثمان سيوافق على هذه المحاكمة، بالرغم من أن موقفه يعني تجاه المحكمة بأنه يعني يتضح بأنه يقبل هذا الأمر، ولكنه ترية فقط لجمع الأدلة والدلائل، وأكيد بدأ في جمعها وإثبات يعني أنه بريء. والدليل الأول هو المقاتل الذي تم القبض عليه من طرفه وهو معه الآن، هو الذي أرسلته الصيد الذي أرسلته صوفيا وراء عثمان لجلب الأمانة المقدسة، ولكن عثمان ذكي وسوف يعمل على جمع أكبر قدر من الدلائل لإثبات براءته. ولكن عندما رأينا يعني موقف ديندار من المحاكمة وإرسال ابنه باتور إلى عثمان لكي يحضره إلى القبيلة، إذن هنا سيحدث صراع بين ديندار وعمه،
وكذلك موقفه من علي شار، يعني لاحظنا المعاملة التي عاملها بها في الحلقة الماضية، يعني هو شبيه بمعاملة بهاء الدين، وبالتالي سوف يرفض عثمان هذه المعاملة ويقف ضدهم. كما لاحظنا أن ديندار يعني متخوف من ظهور المغول، وربما سنلاحظ في الحلقات القادمة أن المغول ستظهر في هذه في المؤسسة عثمان في هذا الجزء، وسيكون لها كذلك دور كبير في نجاح يعني في زيادة المتابعين المسلسل، بالرغم من أنه يتابع بنسب عالية جدا وتفوق التوقعات. شكرا على متابعتكم للفيديو، ولا تنسى مرة أخرى دعمنا بالمشاركة في القناة والإعجاب بالفيديو.